السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها. هيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية مع صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين، وتقترح منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدا لها. السيارة الشعبية باتت أكثر من ضرورة، تراجع عدد الوكلاء واقتناء المواطن سيارة يجابه بعراقيل عدة أبرزها طول الانتظار وارتفاع الأسعار. العسكريون في الجابون يعلنون تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وردود فعل دولية تعبر عن القلق البالغ إزاء الأحداث في البلد الإفريقي. أهلا بكم. أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية مع صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين، مقترحة منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجرائها. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة ومن مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل واحد، أكدت الهيئة أنه ثمة خريطة رسمية للبلاد التونسية بعد صدور جميع القرارات الترتيبية بشأن التحديد الترابي للعمادات التي قامت به الهيئة بمعية مختلف الأجهزة التنفيذية في مختلف جهات البلاد، وأنها جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية وتقترح منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدا لها شريطة توفر ثلاثة شروط أساسية: سد شغور بالنسبة للهيئة، وصدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية، وصدور أمر دعوة الناخبين. ثلاثة شروط هذوما لازمين اللي باش نجموا احنا كمجلس هيئة نصادقوا على الرزنامة والبدء في تنفيذها، وهذه اللي هما الثلاث حوايج اللي وعد بهم رئيس الجمهورية واللي باش يكونوا في أقرب الأجل. الهيئة تقول أيضا أنه في حال تم صدور الأمرين المتعلقين بدعوة الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وسد الشغور في الهيئة، سيتم الشروع حينها في المصادقة على الرزنامة الانتخابية والبدء في تنفيذها لإجراء الانتخابات المحلية في الموعد المقترح، والتي بموجبها سيتم إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات في أجل متوقع أواخر شهر أفريل من العام القادم. إذا كان الانتخابات المجالس المحلية ستكون في النصف الأول من شهر ديسمبر في تنفيذ الرزنامة وبعملية حسابية كذلك، لأن ثم مسائل معناش فيها اجتهاد مثل النزاعات خاصة، سيقع إرساؤه في أواخر شهر أفريل 2024 بعد استنفاذ كامل أطوار التقاضي وتنفيذ كامل للرزنامة. الهيئة تضيف أن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلسها، وتتوقع أن يتم ترحيلها إلى سنة 25 أو 2000، أي بعد الانتخابات الرئاسية التي تؤكد أن إجراءها ممكن العام المقبل، لأنها انتخابات دورية بصفة مسبقة وفقا لما يضبطه القانون لعام 14 و2000 المنظم للانتخابات. الانتخابات الرئاسية في قانون 2014 الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية لم يقع لا تنقيحه ولا تعديله ولا إلغاء، يعني لا زال سيري المفعول بالنسبة لنا احنا، يعني اصبحت الانتخابات الدورية المعلومة بصفة مسبقة موعدها، يعني القانون واضح هي تكون في 3 أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، هذا واضح المسألة بالنسبة لنا احنا، لكن فقط بشرط وأنه يقع التنقيح الشروط الترشح فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق اولا بالسن القانونية للترشح اللي يقع الترفيع فيها من 35 إلى 40 سنة، والشرط الثاني وهو شرط الجنسية. الهيئة أشارت أيضا إلى أنها خصصت ميزانية بنحو 70 مليون دينار لإجراء الانتخابات، وتوصلت إلى ربط نحو 9 ملايين ناخب بدوائرهم الانتخابية، على أن تتواصل في الفترة القادمة عملية تحيين السجل الانتخابي، بالإضافة إلى تنظيم عمليات توعوية استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم. تشهد العديد من المطاعم الجامعية أشغال صيانة وتهيئة استعدادا للعودة الجامعية في مسعى لتوفير الظروف الملائمة للعمل وتقديم أكلة جامعية صحية ومتوازنة. كاميرا الأخبار رصدت جانبا من هذه الاستعدادات في ولاية المهدية. بينما تستعد مؤسسات التعليم العالي لاستقبال طلبتها على مرحلتين، تجري أشغال صيانة عدد من المطاعم الجامعية وتهيئتها على قدم وساق، ومن بينها المطعم الجامعي بالمهدية المدينة.
تتمثل الأشغال اللي أقدم عليها الديوان، ديوان الوسط للخدمات الجامعية، أشغال تتمثل في إعادة تبليط المطبخ، إعادة بناء وإعداد موقع تركيز آلات الطبخ، إعادة شبكة الماء والسوائل بصفة عامة، كذلك إعادة شبكة الغاز. الأشغال اللي وقعت قاعدة تقع في المطعم الجامعي بالمهدية تدخل في إطار أنه تتحسن الظروف للأعوان، يلقوا أكثر إريحية في العمل متاعهم، تكون الظروف الصحية تكون أحسن. هذا يرجع بالفوائد، الكل ترجع بالمنفعة على الأكلة الجامعية، تكون أكلة صحية تكون فيها هي متوازنة بطبيعتها، وتزيد يلقوا الإريحية باش يعطيوا أكلة أكثر بالتوازن. ومن جهتها تحرص الإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية بالوسط على أن تستكمل الأشغال في عديد المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في الآجال المحددة. تم تخصيص اعتمادات هامة تقدر ب 3700 دينار لفائدة خاصة معناتها أشغال التهيئة والصيانة. أعطينا أولوية لإنتاج الماء الساخن، تم برمجة 10 مؤسسات تقريبا بكلفة 1500 ألف دينار، مليون و500. وكذلك تم برمجة تلاء 5 مؤسسات، تلاء الخارجي لخمسة مؤسسات موزعة على 6 ولايات. وكذلك تم تقريب رصد 1700 لها التدخلات متاع التهيئة والصيانة. وجدير بالذكر أن المطعمين الجامعيين بولاية المهدية يوفران يوميا 6500 وجبة متوازنة لأكثر من 3500 طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالي بالجهة. وفي السياق، انطلق عديد الطلبة هذه الأيام في رحلة بحث يصفها البعض بالشاقة عن السكن الجامعي وسط شكاوى من غلاء الأسعار، أسعار تتجاوز في أحيان كثيرة إمكانات الأسر التونسية. نتابع. سنة جامعية جديدة على الأبواب، تنطلق معها رحلة البحث عن تسوغ مسكن لمن لم يسعفه الحظ بالتمتع بالسكن الجامعي أو استوفى حقه في ذلك. وبين غلاء في الأسعار أو البحث عن معايير معينة تختلف الرحلة. لا مش بسهولة، قعدنا 3 أيام ماشي جايين على المسير معنا باش لقينا الاستديو. قداش السعر؟ السعر 280. اما نوم مبلي معناها المبلي جبتوني معناها ترسيم زين سكن بريس من ثم جمله في مسير معناها حتى كانت تلقى غاليه. ولا انا مازلنا نلوج وان شاء الله نلقاوك اهو، ان شاء الله نلقاو معناها سكن. وجينا اليوم على الوراق النقل ان شاء الله يقبلونا. وهذيك سكن باش تسكن وحدك ولا مع؟ لا يعني نورمالمون السيد ضي ان شاء الله نلقاه برا بينوم قبل قرين ما بعضنا ان شاء الله نلقاه. والله الصراحه السكن هون شوي صعب كاجراءات، لانه البحث انه الاسعار كمان يعني متفاوته ومش كل شيء واضح. يعني في اللي بتلاقي سمسار اللي بيطلب مثلا 300 دينار ولا 400 دينار عموله، في اللي بيطلب اول شهر عموله، في كمان يعني اللي بيكون مش منظم يعني اللي بيطلب عقد أجار، وفي ناس ما بتطلب عقد أجار. فقال يعني واجهنا صعوبة صراحة بالشغلات هاي. وأغلبية الديار ولو مبلي مع الشلقة مع الحريف مع الشلقة دار فارغة، ويجيب شوية بشات البنت ولا الولد الأخرى دار مبلي ب 400 و500 ألف ولا 600 ألف توصل حتى سومة الأخرى، كيلقى دويلة 250-280 دينار جروماكس ويجيب شوية بشات الولد ولا البنت باقي تنقص عليه. وليجد الطالب ظلته المنشودة قد يلتجه إلى إعلانات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وكيل عقاري أو حتى في إعلان قد وجد مكانه على جدار أو عمود كهربائي. حسب المستوى المعيشي والمقدرة الشرائية نتاعه، فما اللي يقول لك انا اس بلس ا معني غرفه وصاله او غرفه واحده تكفيني، وفما شكون لا يقول لك انا نحب على اللوكس على نحب دار مؤثثه بالكامل فيه الغساله فيه الكليماتيزور فيه الشوفاج سنترال، كل واحد ومستوى المعيشي نتاعو. والله فما برشا عوامل، يعني الحقيقه فما لي فويي لا سكروا تاع الدوله
ولاو الاولياء ولاو يلوجوا على ديار ودي ستوديو للكريم مع معناتها في الخواص، مع التكلفه الكبيره والغاليه نتاع المواد البناء ونتاع والبني والكريدي زاد ولاو برشا، اللي تعود انتيري ولا غالي برشا، ولا الكري غالي رغم اللي راهو فما احنا في مستير او فما برشا اماكن معناتها الكري نتاعو معناتها مقبول. المونستير واحدة من أبرز الأقطاب الجامعية، حيث تضم 11 مؤسسة عليا مما جعلها قبلة للطلبة. يبقى الكراء حلا للبعض بحثا عن سكن يجمع بين القرب وقليل من الرفاهية ترتبط بثنائية العرض والطلب. في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السيارات في تونس، تظل السيارة الشعبية ملجأ العديد من التونسيين لتحقيق حلم امتلاك سيارة خاصة، حلم قد يؤجل لسنوات بسبب عراقيل عديدة، منها طول فترة الانتظار وتراجع عدد الوكلاء. أصبح الحصول على سيارة شعبية تتراوح أسعارها بين 26 و33 ألف دينار بمثابة الحلم الذي يراود فئة هامة من التونسيين، خصوصا في ظل ارتفاع مشتت لأسعار السيارات وإشكاليات تتعلق بالنقل العمومي. لكن هذا الحلم يصطدم بسنوات انتظار طويلة تغلق باب الأمل أمام الكثير من المواطنين. في 5 سنين بريسك غايت في سيارة، في عالمة من سيارات شعبية، وكل ما نسأل يقولوا لي ما زالت الانتظار طويل برشا، تو باش يوصل حتى 2028، معناها بريسك تو 10 سنين انتظار باش تولي من 2018 حتى 2028. وبالنسبة للأسعار معناها مش كيما أسعار توا كيما بعد 5 سنين، معناها باش يكون ارتفاع مشط وباش تولي معناها مش اكسيسيبل لأي مواطن سيارة شعبية. كان إنسان قبل مثلا يستنى 3 سنين على سيارة شعبية، تو نحكيو على في ماركات معينة من 10 سنين حتى ل 12 عام. دونك نتمناو اللي الدولة التونسية تخمم في المواطن التونسي وترجعك النوسيون بتاع السيارة الشعبية اللي كل إنسان يحلم بعد ما يخدم ولا موظف ولا أخذها معناتها معناتها كيما نقول الشغل نتاعو باش ينجم يقتني سيارة. اللي توا السيارة ما عادش كيما قبل، السيارة ولات ضرورة من الضروريات ماهيش من الكماليات. وتقدر حصة كل وكيل معتمد 1000 سيارة شعبية في السنة، إلا أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقر بتراجع عدد الوكلاء الموردين للسيارات الشعبية، وهو ما يجعل المواطن ينتظر فترة أطول للحصول على سيارة. بالنسبة للسنة المشكلة أنه عدد الوكلاء اللي راغبين في المشاركة في البرنامج هذا قاعد يتنقص، مثلا مقارنة مع السنة الفارطة السنة تقريبا 6 وكلاء فقط، يعني تقريبا 6000 سيارة، ونحن توا في آخر أوت والإنجازات تقريبا 2000 سيارة. وعم ناول كانوا تقريبا 10 وكلاء تقريبا تشتر نقص، والإنجاز تقريبا 8000 سيارة. الإشكالية هي تقريبا مربوطة بالمصنع الأم، مصانع الأم ترفض أنها تدخل في البرنامج هذايا، عندها أولويات. وحاليا فما مشاكل بعد الحرب الأوكرانية الروسية، فما إشكاليات على مستوى التصنيع. وزارة التجارة وتنمية الصادرات أوضحت أن تدخلها الوحيد للتقليص في مدة انتظار المواطن للحصول على سيارة شعبية يكمن في ترفيع حصة الوكلاء إلى أكثر من 1000 سيارة سنويا. اللي كمل برنامجه نجمو نزيدوه، معناها هذا شنو نجمو نعمله، على شرط أنه ما نفوتوش الإنجازات بتاع السنة الفارطة، خاطر احنا عندنا زاد التزامات في إطار معناها الميزان التجاري والضغط على العملة الصعبة. وبالمناسبة احنا نقصنا حتى في البرنامج عام للتوريد بنسبة 20% السنة هذه. ويحق لكل تونسي مقيم بتونس أو بالخارج الحصول على سيارة شعبية باستثناء التلاميذ والطلبة وبعض الأصناف من المهن، على غرار أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي وأصحاب محلات كراء السيارات وأصحاب مدارس تعليم السياقة باعتبار تمتعهم بامتيازات سابقة عند اقتنائهم للسيارات. الأخبار الدولية نستهلها بالحدث الإفريقي الأبرز في الجابون، حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت في شوارع العاصمة مظاهرات مؤيدة للانقلاب. أحدث التطورات في هذا التقرير نتابع.
أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الجابون أن المجلس العسكري عين الجنرال بريس أوليغي نجيما زعيما للمرحلة الانتقالية. نجيما رئيس الحرس الجمهوري أكد في وقت سابق أنه لم يعلن نفسه رئيسا للبلاد ولا نية له في ذلك. كما أكد قائد الحرس الجمهوري أن الرئيس علي بونغو خرق الدستور إذ لا يحق له ترشح لولاية ثالثة، إضافة إلى أن طريقة التصويت لم تكن جيدة وفق وصفه، مؤكدا أن الجيش قرر تحمل مسؤولياته وطي صفحة بونغو. وشدد أيضا قائد الحرس الجمهوري أن الرئيس بونغو بات رئيس دولة متقاعد ويتمتع بجميع حقوقه كأي مواطن. وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فجر اليوم فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعون من المعارضة في نتائجه. الرئيس بونغو الذي ظهر في فيديو داعيا من وصفهم بجميع الأصدقاء إلى رفع أصواتهم يبلغ من العمر 64 عاما ويترأس الجابون منذ أكثر من 14 عاما. وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني قد أعلنت استيلائها على السلطة في الجابون قائلة إنها تمثل جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد عبر بيان أعلنوا فيه إلغاء الانتخابات وحل مؤسسة الدولة التي شملت الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. كما أعلن القادة العسكريون الذين سيطروا على السلطة اعتقال رئيس البرلمان بعد أن اعتقلوا أحد أبناء الرئيس المطاح به وعددا من المسؤولين الحكوميين بتهمة الخيانة العظمى. وعقب استيلاء عسكريين على السلطة سمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل التي شهدت مظاهرات متفرقة دعما للعسكريين. وإذا نجح هذا الاستيلاء من العسكريين على السلطة في الجابون فسيكون الثامن من نوعه غرب ووسط إفريقيا منذ 2020. تطورات الأوضاع في الجابون تزامنت مع ردود فعل إفريقية وأوروبية، نتابع أبرزها في الورقة التالية. على إثر الانقلاب العسكري في الجابون الذي أطاح بحكم عائلة بانغو المستمر منذ حوالي نصف قرن، تتتالى ردود الفعل الإفريقية والغربية المنددة بهذا الانقلاب السابع من نوعه في القارة السمراء على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة. إذ قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد إنه يدين بشدة وصفه بأنه محاولة انقلاب، معتبرا إياه انتهاكا صارخا لمبادئ الاتحاد الإفريقي، داعيا الجيش وقوات الأمن إلى ضمان سلامة الرئيس علي بانغو. المتحدث باسم الرئيس النيجيري من جهته أكد أن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول إفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب، مضيفا أن الرئيس النيجيري يراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجابون وما وصفه بعدوى الاستبداد المتفشية في القارة الإفريقية. إعصار الانقلابات في القارة السمراء كان أيضا من بين الملفات المطروحة على اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بإسبانيا، اجتماع أكد خلاله منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن الانقلاب المعلن في الجابون من شأنه أن يفاقم عدم الاستقرار في غرب إفريقيا ويمثل مشكلة كبيرة لأوروبا وسيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها. السلطات الفرنسية سارعت بدورها إلى إدانة الانقلاب ووضع الرئيس بانغو في الإقامة الجبرية مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في الجابون. وفي وقت أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تتابع الوضع في الجابون بقلق شديد وتراقب ما يحصل عن كثب، دعت الصين إلى العودة الفورية للنظام الطبيعي في الجابون مطالبة بضمان سلامة الرئيس بانغو. وفي التقرير التالي مشاهدينا فكرة عن أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الجابون منذ استقلالها. عدوى الانقلابات التي تتفشى في إفريقيا تصل إلى الجابون، هذا البلد الذي يقع في غرب وسط 60 900 ألف بعد وفاة ليوين با،
منصب استمر فيه على مدار 41 سنة. وفي 2009 علي بنغو يرث والده في السلطة بعد وفاته إثر فوزه في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها. في شهر أفريل من هذا العام البرلمان الجابوني يصوت على مراجعة الدستور ليتم تخفيض الفترة الرئاسية الواحدة من 7 سنوات إلى 5 سنوات واقتصار الانتخابات الرئاسية على جولة واحدة. الجابون هذه المستعمرة الفرنسية السابقة تعد صاحبة أعلى معدل دخل للفرد في إفريقيا بفضل ثرواتها من النفط والذهب واليورانيوم. لها شراكات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا بالنسبة للصادرات، بينما تأتي أغلب الواردات من فرنسا. الانقلاب في الجابون سياقته وتداعياته المحتملة على بلدان القارة الإفريقية مواضيع نناقشها مع ضيف الأخبار الوزير والدبلوماسي السابق أحمد نيس. سيد نيس، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. إذن كما جاء في التقارير التي تابعناها، عدوى الانقلابات بدأت تتسع في إفريقيا مع ما حدث اليوم في الجابون وقبل نحو شهر في النيجر. كيف تقرؤون هذه التحولات في القارة الإفريقية؟ بكل وضوح القارة الإفريقية تبحث عن منظومة سياسية واقتصادية تتناسب مع جيل ثقافي جديد في إفريقيا في المجتمعات الإفريقية، وتتناسب كذلك مع الاقتصاد العالمي كما يتطور. ونحن نعيش أزمة سياسية في النظام السياسي جراء الحرب في أوروبا وتداعياتها على المجتمعات الأفريقية، ونعيش كذلك تداعيات إخفاق منظومة اقتصادية ما نجحتش في إفريقيا. ونتيجة الإخفاق الاقتصادي وإلى حد ما حوكمة سياسية هو التدفق نتاع الهجرة. الشباب الإفريقي يهاجر مجتمعاته لأنه ما عادش يلقى الطموحات، تحقيق الطموحات اللي عنده فيها الحق، وهو يرتقي إلى ثقافة نتاع الشباب اليوم أبعد مما كانت بالنسبة للطموحات نتاع الستينات اللي عشناها في أيام الاستقلال، بحيث نعيش تحول عالمي ونعيش عواقب إخفاق اقتصادي وسياسي في القارة الإفريقية. نعم، بالحديث عن التداعيات، نحن في شمال القارة لسنا بمنأى عن هذه التداعيات، خاصة مع التدفق الهجرة الكبير للهجرة من هذه الدول التي تشهد اضطرابات. الهجرة واحدة من عواقب الأزمة والإخفاق، والأزمة هذه سبقت، يعني النتائج متاعها تظهر ديما آجلة بعد زمان، لكن الظاهرة متاع الهجرة الشباب الإفريقي نحو الشمال، يعني نحو القارة المصنعة الأوروبية، الهجرة هذه ظاهرة سبقت، احنا كنا نشهدها وهي تقصد المملكة المغربية لأنها أقرب جغرافيا إلى أوروبا، فتدفقت وأصبحت كذلك تقصد إيطاليا وتقصد اليونان، معناها ولو من آسيا، بحيث فما أزمة في الجنوب في الاقتصاديات، وفما عودة استقطاب في القارة الأوروبية للسعي إلى الاستجابة إلى هذه الحاجيات. فنحن نشهد هذا بحكمنا دولة عبور، وأصبحنا بذاتنا دولة تصدير كذلك. إذن لا يمكن قراءة ما حدث في الجابون وقبلها في دول إفريقية عديدة في منأى أو بعيدا عن حرب الاستقطاب والخارطة التي بدأت تتشكل منذ سنوات حقيقة. صحيح، منذ تقريبا 10 سنوات، يعني نشهد جيل ثقافي جديد اللي تمتع بالتدريس وتمتع بنشر الإعلام، وأصبح يطمح في مستقبل على مثال غيره من آسيا ومن أمريكا
الجنوبية والوسطى، وطبعا الدول الناجحة من أفريقيا. الجابون يمتاز على بقية دول أفريقيا الغربية، وهو دولة ثرية، أولا من أصل عندها النفط، ثم عندها ثروات طبيعية أخرى عزيزة، وعندها ارتباط وثيق بالاقتصاديات العالمية المتقدمة، لأنها تصدر مواد طبيعية ثمينة. والأزمة بالنسبة للجابون ما هيش أزمة اقتصاد ولا أزمة مالية، هي أزمة سياسية ومتصلة بالتقاليد السياسية متاع الجابون نفسه. الجابون كما ذكرتم حكموه إلى حد اليوم ثلاثة رؤساء، ليومبا وعمر بونغو، بو علي بونغو، وعلي بونغو ورث بوه. البو عمر بونغو حكم 52 سنة من عام 67 حتى 2009، بحيث أسرة بونغو معناها ثقلت على المجتمع الجابوني، وعلي بونغو ورث والده وحكم نيابتين، والنيابة في الجابون كانت بسبعة سنوات بحيث حكم 14 سنة، ويسعى باش يواصل في نيابة ثالثة، فما ملل في انتخابات تم التشكيك في نزاهتها. معناها الانتخابات في أفريقيا ماهيش دائما نزيهة، وهذا متصل بالتطور السياسي. نعم. والمنظومة السياسية بيدها، وأحيانا تمليه الأزمات الاقتصادية اللي تفرض الاستقرار. نعم. على المبادئ والطموحات المبدئية أو الديمقراطية، هذه واقعية أفريقية. نعم. اللي حتى التوى ما زالت ما لقاتش التعديل الصحيح متاعها. وبخصوص النفوذ الفرنسي في أفريقيا اليوم، أي مستقبل لهذا النفوذ، خاصة وأن العديد من شعوب القارة عبرت صراحة عن رفضها لهذا النفوذ وعن التواجد الفرنسي على أراضيها بعد سنوات من الاستقلال؟ دور فرنسا في أفريقيا الناطقة بالفرنسية هو دور تاريخي، وفرنسا جاهزة للتعامل والتعاون الدولي الخاص بالمجتمعات النامية أكثر من غيرها من المجتمعات، يمكن بريطانيا كذلك، لكن ما نلقاوش هذا عند الأقطاب العالمية الأخرى، بحيث فرنسا عندها الخبرة وعندها الصياغة للتأقلم مع التطورات الاقتصادية والسياسية في أفريقيا، وهذا سر استبقاء فرنسا في المنطقة في المناطق هذه. هل يمكن القول ثم مصالح اقتصادية؟ نعم. مشتركة، معناها مش سهل تقطعها وتستبدلها، معناها مهما كانت الأطماع القاصدة القارة الأفريقية وخاصة المناطق هذه، هذه تصعب على الأنظمة السياسية. واليوم المزاحمات بين العواصم العالمية أصبحت مكشوفة، بحيث ثم أطماع. نعم. من عديد الأقطاب الاقتصادية والاستراتيجية في العالم اللي تقصد أفريقيا، من الصين عبورا بروسيا طبعا العواصم الأوروبية، ولو أن الاتحاد الأوروبي عنده ارتباط بالتنمية الأفريقية أوثق وأقوى من الدول الأخرى. يعني هل يمكن الحديث عن وجود تهديد لوجود فرنسا اليوم، أم هي موجة ربما عابرة فقط؟ معناها هي موجة معناها عكسية لتواجد تاريخي طويل الزمن. تكلمنا على عائلة بونغو. نعم. في الجابون، تواجد فرنسا في الأنظمة الثقافية والسياسية والاقتصادية والتصنيع. نعم. والتكوين والسياحة وغيرها، أنت يجعل من النخب الجديدة سعي جديد للتأقلم مع النظام العالمي، لكن هذا ما الخبرة فيه ما هيش سهلة، والخبرة ما هيش عند الضباط في الجيش،
معناها تنجم تنجح تنجم تخيب. نعم. يعني السيولة في تعديد تعدد التعاون الدولي تطلب خبرة عالية. نعم. وتطلب معناها تأمل في المنظومة العالمية اللي ماهيش بسيطة، والردود من القيادات في الجيش ماهيش دائما مبنية على خبرة، وهذا ما ستكشفه ربما الأيام القادمة مصير هذه التحولات السياسية العميقة. لأن البعض من التقلبات السبعة. نعم. اللي عشناها منذ عام 2020 إلى أمس، فهمت، التقلبات هذه ماهيش كل اللي بتنجح. نعم. الوزير والدبلوماسي السابق أحمد ونيس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وتزامنا مع التطورات المتسارعة في القارة الإفريقية، تم تسجيل تدفقات لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين باتجاه السواحل الإيطالية. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت إنها بصدد بحث هذا الملف مع القادة الأوروبيين والأفارقة على حد سواء للحد من هذه التدفقات. وفي انتظار ذلك قررت ميلوني تفعيل مرسوم كوترو المثير للجدل. زيادة مقلقة في تدفقات الهجرة غير النظامية هو العنوان الأبرز لجل الصحف ووكالات الأنباء الإيطالية في الساعات القليلة الماضية، منسوبة في مجملها إلى مسؤولين إيطاليين أو مؤسسات رسمية، على غرار وزارة الداخلية الإيطالية التي أظهرت في بياناتها أن الأسابيع الستة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاع معدلات الهجرة عبر نقطة العبور تونس ب69%، وحددت ب29676 عملية، رقم مثير للقلق حسب رئاسة الوزراء الإيطالية التي عزت هذه الزيادة إلى عدد كبير من الأزمات في عدد من البلدان الإفريقية التي تشهد اضطرابات وانقلابات، منها السودان والنيجر دون احتساب الجابون الذي التحق بالركب. وفي تعليقها على هذه الأرقام وسط انتقادات من معارضيها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن أوروبا تبحث اليوم كيفية مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر المتوسط، ومن ثم كيفية توزيعهم، فيما كانت تناقش الجزء الأخير فقط من الأزمة، وهذا في حد ذاته خطوة في الاتجاه الصحيح. واستجابة لضغوط الإيطالية قررت ميلوني تطبيق مرسوم كوترو بالكامل، وقالت إنها ستضع قواعد جديدة بشأن عملية الإعادة إلى الوطن في انتظار مزيد التنسيق داخل الحكومة وعلى الصعيدين الوطني والدولي، ووسط دعوة لجنة الأمن العام إلى اجتماع دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة. نتحدث الآن عن عالم الفضاء وأسراره، حيث تشهد تونس هذه الليلة ظاهرة فلكية تحدث كل 3 سنوات وتعرف بالقمر الأزرق، وهو الاكتمال 13 للقمر في العام القمري. وتعتبر ظاهرة القمر الأزرق ظاهرة قمرية نادرة، حيث يمكن مشاهدة بدرين خلال الشهر نفسه من التقويم الشمسي، إضافة إلى أن الحجم الظاهري للقمر يبدو أكبر نتيجة قربه من الأرض في مداره. معطيات أوفى بخصوص هذه الظاهرة الفلكية نتابعها مع مفادة الأخبار إلى مدينة العلوم حبيبة العبيدي. حبيبة، إذن أهلا بك. إذن كيف تتابع مدينة العلوم ظاهرة القمر الأزرق؟ نعم، تحية لك ليلى ولكافة مشاهدي القناة الوطنية الأولى من خلال هذه الإطلالة من مدينة العلوم بتونس. بالفعل ليلى، تعيش تونس هذه الليلة ظاهرة فلكية نادرة والتي تعرف بالقمر الأزرق. في الحقيقة ليلى، مدينة العلوم بتونس لم تعد برنامجا خاصا لمتابعة هذه الظاهرة ولمحبي العلوم الفلكية، لذلك سنترك مشاهدينا الكرام بعد قليل لمتابعة بعد هذه الظاهرة الفلكية التي تعرف بالقمر الأزرق. ولكن قبل ذلك ليلى، ينضم إلينا مباشرة للحديث حول هذه الظاهرة الفلكية التي تتكرر تقريبا ما بين 2 و3 سنوات أستاذ التأثير العلبي بمدينة العلوم بتونس الأستاذ عبدالله الهمامي. سيد الهمامي، لو تحدثنا أكثر عن هذه الظاهرة الفلكية، وربما لماذا مدينة العلوم كما عودتنا لم تعد برنامج خاص لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة؟ تحية ليك ولكافة متابعي الوطنية الأولى أينما كانوا.
صحيح كثر الحديث في الفترة الأخيرة على ظاهرة القمر الأزرق العملاق اللي باش تسير غدوة الصباح إن شاء الله، لكن لسوء الحظ كونه تنقل الخبر هذا كان فيه كثير من المغالطات والمبالغة وفيه سوء الفهم في بعض الأحيان لدى بعض الأفراد. لذلك ارتأت مدينة العلوم في إطار المهمة الأساسية متاعها أنه من واجبها إنارة الرأي العام وتفسير الظاهرة هذه للشباب والكافة شرائح العمرية للمجتمع. حدثنا عن هذه الظاهرة الفلكية نادرة. الظاهرة الفلكية هذه مصطلح القمر الأزرق العملاق فيه في الحقيقة نقطتين. النقطة الأولى هي مصطلح القمر الأزرق والثانية مصطلح القمر العملاق، باش نتناولوهم واحدة بواحدة. الظاهرة الأولى اللي هي ظاهرة القمر الأزرق تصير وقت اللي منذ قديم الزمان يصير يكون القمر في حالة بدر المرة الثالثة في سلسلة متاع أربع مرات في فصل واحد تقريبا ثلاثة أشهر. معناها القمر المرة الثالثة في فصل واحد متاع أربع مرات يكون عنده شكل بدر، يعني ياخذ شكل دائرة وإلى قرص كامل. المرة الثالثة هذه نطلق عليها اسم القمر الأزرق، يعني علميا القمر له لونه باش يولي أزرق مش باش يبدل اللون نتاعو، وإنما هو مصطلح علمي وإلا تعبير مجازي. صارت في الحقيقة خطأ وإلا صار خطأ تم نشره في إحدى المقالات بإحدى المجلات الفلكية، ولينا نطلق المصطلح هذا على المرة الثانية اللي يكون فيها القمر في طور بدر في شهر واحد، يعني البدر اللي فات كان يوم 1 أوت 2023، البدر في نفس الشهر اللي هو شهر أوت الثاني باش يكون غدوة إن شاء الله الخميس 31 أوت، وبالتالي ظهر هذا باش تصير للمرة الثانية القمر يكون في طور البدر في شهر أوت، هذاك علاش نحكيه على القمر الأزرق. الظهرة الثانية اللي هي القمر العملاق تصير وقت اللي يتزامن وجود القمر في طور البدر مع وجوده في نقطة الحضيض وإلا أقرب نقطة من الأرض. الظهرة هذه التواتر نتاعها ينجم يصير مرتين وإلا ثلاثة أو أربع مرات في السنة. كيف كيف فيها بعض المبالغة، خاطر كي نقولوا القمر العملاق نتصوروا اللي القمر الحجم نتاعو باش يكون أكبر برشا من القمر كيف ما نشاهدوه في الفترة العادية، لكن هذا مش صحيح. القمر باش يكون أكبر بشكل بسيط جدا، بالكاد نجموا نلاحظوه بالعين المجردة. معلومة أخرى كونه القمر بطبيعته يظهر أكبر من العادة وقت الشروق أو وقت الغروب، مهما يصير يكون في وقت اللي يكون القمر في نقطة الحضيض وإلا زاد كيف يكون في نقطة الأوج، يعني أبعد نقطة على الأرض. مدينة العلوم حبت تنوير الرأي العام هذايا وتفيد المشاهدين والمتابعين، خاصة بعد استعمال واقتناء مجموعة من التلسكوبات الحديثة والتقنيات الجديدة واستعمال تقنية البث المباشر وإلا اللايف ستريمينج. مدينة العلوم لم تبرمج حدث وإلا سهرة فلكية بالمناسبة هذه، خاطر الحدث في الحقيقة كيف ما قلت هو حدث افتراضي. القمر له باش يولي أزرق والحجم نتاعو ماهوش باش يتغير، وانما هذه مصطلحات علميه تصير كيف ما قلت سبب نتاعها. سيد الامامي شنو نجمو نشوفو من الشاشه اللي وراك؟ الشاشه اللي ورايا فيها بث مباشر، التلسكوب مربوط بالشاشه هذه يعطيني القمر مشاهده مباشره والا رصد مباشر للقمر في الطور نتاعو اللي هو موجود حاليا. نعم شكرا بارك الله فيك. اذا ليلى قبل ان نختم هذه النقطه الخارجيه نترك مشاهدينا الكرام مع هذه الصور لظاهره الفلكية أو ما يعرف بالقمر الأزرق. نعم مفادة الأخبار إلى مدينة العلوم حبيبة العبيدي، شكرا جزيلا لك ولضيفك أيضا على كل ما تفضل به من تصويب وتوضيح. وفي جديد المهرجانات ألوان من الفنون احتفلت بالمرجوم التونسي، أثثت فعاليات مهرجان المرجوم بوذرف الجهة التي تتميز بمخزونها التراثي وتشتهر منذ القدم بمرجومها ذائع الصيت. إذا كانت للمدن عناوين فإن لمدينة وذرف عنوان وحيد، مدينة للمرجوم، في تفاصيلها قصص إبداعية لحرفيات تعاملنا مع موروث الأباء والأجداد بكل إبداع. معروف بالمرجوم الوذرف، خذناها ورثة على أجدادنا الكل، تو حتى اللي تقرأ طبيبة ولا أستاذة ولا كل المرجوم في مخها. هنا قرينا رانا وصلنا بكالوريا وعدينا وعملنا اختصاصات اخرى، كما فهمش الخدم شدنا مرقومنا. قوم تميزت به مدينه بذرف برشا بحكم كان معناها من المحلي بديال العالميه. اني تخرجت تعليم عالي، مي امي ملي تخلقت نلقى امي تنسش في المنسش. صح.
ريت مكل بريس كنانية في أخواتي معناها ننسج حتى أخواتي ما ننسجوش هو غرام قبل حتى أني صغيرة ندخل بحذ أمي ننسج أمي كيف تجيب تجي يعطيها معناها قبل الفليت والغزلة تجيبها وبش أني كببلها على الدوام نكبب على الدوام نكببلها الغزلة وندخل معاها تبدأ معناها بشوي بشوي لين تبدأ في دمك تجري. وفي الدورة 38 للمهرجان الوطني للمرقومة بمدينة وذرف احتفاء بحرفة الأجداد وإبداعات الأبناء وابتكارات الأحفاد بتنظيم معرض الإنتاجات الحرفيين وتجسيد ملحمي يوثق لحكاية وذرفية مع هذا المرقومة. قلنا أن المرقوم هو أهم خصوصية بالنسبة لمدينة وذرف وهي خصوصية تكاد تكون عالمية. هذا المرقوم وهذا هذا المنتوج معناتها متواجد في كل العالم. نحن أردنا هذه السنة أن نركز على هذه الخصوصية، أن نعيد لمهرجان وذرف هذه الخصوصية اللي هي خصوصية المرقوم انطلاقا من قصة رقمة، لأن المرقوم هو هذه الرقمة مهما يتغير الشكل تبقى تلك الرقمة وتبقى تلك هي البصمة وتلك هي هوية هذه المدينة. مرقوم هو الأصل المهرجان هذايا بالطبيعة موروث هذايا زمن نحافظ عليه، وهذا تكريم المرأة الوذرفية اللي ناضت باش يبقى المرقوم معناها قائم الذات لليومنا هذا، وقاعدين طويقا نطوروا فيه على مستوى التصميم على مستوى كبير برشا، وهي حلمة وذرفية هذا شعار معناها المرقوم معناها شعار المهرجان المرقوم بوذرف. مهرجان المرقومة مهرجان جاوز أبعاده الثقافية ليحمل تاريخ منطقة بأكملها تنمويا واجتماعيا. إلى أخبار الرياضة، حقق الملعب التونسي فوزا ساحقا بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب ضيفه الأولمبي الباجي، وذلك في اللقاء المتأخر الذي جمعهما عشية اليوم لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رافعا رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط. وحملت ثلاثية الملعب التونسي توقيع كل من سند الخنيسي منذ الدقيقة 7 ويوسف السعفي في الدقيقة 69 وبلال الماجري في الدقيقة 76 ليتجمد رصيد الأولمبي الباجي عند 2 في المركز الرابع. ختام النشرة، هذا تذكير بعناوينها. هيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية مع صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين، وتقترح منتصف شهر ديسمبر المقبل موعداً لها. السيارة الشعبية باتت أكثر من ضرورة، تراجع عدد الوكلاء واقتناء المواطن سيارة يجابه بعراقيل عدة أبرزها طول الانتظار وارتفاع الأسعار. العسكريون في الجابون يعلنون تعيين الجنرال بريس أوليغي نجيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وردود فعل دولية تعبر عن القلق البالغ إزاء الأحداث في البلد الإفريقي. ويمكنكم مشاهدين متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.